بإذن الله تعالى نوجز ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة سريعا، وهي في نقاط محدودة معدودة. أولها كيفية مجيء اللغة العربية إلى شبه الجزيرة العربية، أو بالأخص إلى قريش، ولماذا قبيلة قريش خاصة عن باقي قبائل العرب كهوازن وتميم وقيس وأزد شنوءة وهوازن وربيعة وضبا وخلافه، لماذا قريش؟ هذا سؤال. والأمر الآخر ما تحدثنا عنه كذلك تنزيلات القرآن، وكذلك مراتب القرآن. هذا ما تحدثنا عنه بإيجاز، أو يعني بشكل ليس فيه إطناب مخل ولا تقصير مخل. نقول بحول الله عز وجل أن الآراء في نقل أو في من تحدث العربية أن آدم عليه السلام هو أول من كتبها، هو أول من كتبها، وهذا رأي لكعب الأحبار. ورأي آخر قال أن إسماعيل عليه السلام وولده هم من كتبوا العربية، ورأي ثالث قال أن إدريس عليه السلام هو أول من تحدث أو هو أول من كتب العربية وخط بالقلم، ورأي رابع قال أنه حمير بن سبأ. هذه هي الآراء التي تحدثت أو تكلمت أو ذكرت مسألة خط اللغة العربية. طيب، بعد ذلك ذكرنا روايتين ذكرهما الداني والكلبي. الداني ذكر الرواية أن من أدخل العربية أو أدخل الكتابة إلى قريش هو حرب بن أمية، وفي رواية الكلبي عن أبي عوانة كذلك، من أدخل العربية وأدخل الخط إلى قريش هو حرب بن أمية. وكلا السندين، سواء سند الداني لحرب أو سند الكلب إلى حرب بن أمية، كلاهما إلى كاتب الوحي لسيدنا هود عليه السلام الخلجان بن الموهم، كاتب الوحي لسيدنا هود عليه السلام. هذا بإيجاز كيفية معرفة قريش الخط العربي أو الكتابة بشكل عام. السؤال الثاني، وهذا لن نذكره في المحاضرة السابقة، لماذا قريش خاصة هي التي اشتهرت بمسألة الخط؟ طبعا تحدثنا أن الخط الذي تأثرت به قريش هو الخط النبطي، نسبة للأنباط الذين كانوا يتجولون في شبه الجزيرة في فلسطين وفي الشام بشكل عام، وتحدثنا كذلك على تأثير أهل الأنبار وتأثير بنو كندة في مسألة شكل الخط. لأن الخط يا إخوة وأخوات له تصويران، الخط له تصويران. أول تصوير هو تصوير النطق، فأنت تصور النطق إلى حرف، والتصوير الآخر زخرفة الخط. ما معنى الزخرفة؟ يعني مثلا عندنا في اللغة العربية الخط النسخ، الرقعة، صحيح؟ الخط مثلا الثلث، الخط الديواني، الخط الفارسي، صحيح؟ وعندكم أكيد هتجد في اللغة الإنجليزية الكابيتال، السمول، صح؟ هذه ما يسمى بالزخرفة،
يبقى عندي في الخط شكلان. الشكل الأول النطق يحول إلى حروف. الشكل الآخر هو الزخرفة، زخرفة الإيه؟ زخرفة الخط. وهذا كان فيه تطور بالنسبة للكتابة العربية بشكل عام من أول ما أدخل حرب ابن أمية هذا الخط إلى قريش. طيب السؤال نعيده مرة أخرى، لماذا قريش الخاصة هي التي تصدرت هذا المشهد وهذا الأمر في نقل اللغة، في نقل الخط إليها ومعرفة الخط إليها؟ هذا سؤال نطرحه على الأفاضل وعلى الحاضرات وعلى الحاضرين، لماذا قريش؟ أم لا تفهمون السؤال؟ لماذا قريش؟ لعدة أسباب. أولها ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهي دعوة إبراهيم أن تأتي بنبي آخر الزمان من هذه القبيلة. الأمر الآخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمر الثالث، حديث عند البخاري أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد وفخر ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. ذكرنا آية وحديث، وهذا هو الدليل النقلي. أما الدليل العقلي يرجع إلى أمور عدة. أولها أن قريشا كانت تتصدر المشهد في شبه الجزيرة العربية. بمعنى، يعني ما معنى تتصدر المشهد؟ أول هذه الأمور فيها بيت الله المعمور، فكان يفد إليها الجميع من جميع أقطار شبه الجزيرة العربية من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب. فكانت قريش تسمع كل اللهجات وكل اللغات، يعني قريش كان يفد عليها الجميع، فيستمع هذا الذي من تميم وهذا الذي من أزد شنوء وهذا الذي من حمير وهذا الذي من هوازن وهذا الذي من ضبا وهذا الذي من كذا. فكان القريشيون يستمعون إلى هذه اللكنات وهذه اللهجات، صحيح؟ وكان بها السوق، سوق عقاب، فكان للنابغة الزبيان يضرب له الخيم ويحكم بين الشعراء. فلذلك كانت قريش هي أفصح هذه القبائل عامة. ولذلك انظروا إلى قول ابن جني في كتابه الخصائص بسنده إلى الإمام ثعلب في فقه اللغة. نحن نحب أن نذكر المصادر حتى للمتخصص أن يرجع إليها، ومن بركة العلم إسناد كل قول إلى قائله. هكذا قال ابن عبد البر، من بركة العلم، يعني أما العلم يبقى فيه بركة، أن تسند كل قول إلى قائله. فقال ثعلب: وارتفعت قريش في الفصاحة، يعني اعتلت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وعجرفية الضبة وتلتلت بهراء. ده كلام اصلا اللي هم عارفين اللغه العربيه مش هيعرفوا يترجموه. نقولها بقى بالراحه: وارتفعت قريش عن عنعنة تميم. ما معنى عنعنة تميم؟ تميم عندها لغه تبدل الهمزه عينا، يقول ان الارض، ففي لغة تميم يقول عن الأرض، يبدل الهمزة عينا
فاسمع عنعنة تميم، عنعنة تميم وكشكشة ربيعة. ما معنى كشكشة ربيعة؟ قلب الكاف باللغة الإنجليزية تي اتش، يعني مثلا مثل ما تسمعون من قبائل الكويت لبيك لبيك اللهم، يقول لبيتش لبيتش اللهم لبيتش، هذه اسماء كشكشة ربيعة. ماشي. ثم كسكسة هوازن. ما معنى كسكسة هوازن؟ قلب الكاف سين، يقول أبوك أبوس، أمك أمس، ينقلون الكاف سين. ماشي. ثم تلتلة بهراء. ما معنى تلتلة بهراء؟ أي كسر أحرف المضارعة وقرئ بها في القراءات الشاذة عند الحسن البصري وغيره. تعلمون، يقول في قراءة الحسن تعلمون تعلمون، ودي قراءة شاذة ليست بالمتواترة للحسن البصري، اسمها تلتلة بهراء. ثم عجرفية الضبة. ما معنى عجرفية الضبة؟ ضبة دي منطقة في الجنوب، في جنوب بلاد الحرمين، يجعلون يعني أو ينطقون أو يأخذون كل صعب في اللغة، يعني أي كلمة صعبة يأخذونها ويضعونها حتى تكون بمثابة يعني بشكل كده لوغاريتمات أو أمر صعب لا يتخيله الإنسان أو يحاول أن يفهم هذا. مثال ذلك مثلا كنا نأخذه في البلاغة في الصف الثاني الثانوي في الأزهر، يعني يقول حكيم للطالب كيف يتلقى العلم، يعني حكيم المدرس يقول لطالبه كيف تتلقى العلم. انظري بقى إلى عجرفية الضبة، قال له ألصق روانفك بالجيوب، وخذ المستر بشناترك، واجعل حندورتيك إلى فيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجانك. طبعا ده ولا لغة صيني ولا لغة هندي ولا لغة إندونيسي ولا لغة أي عربي، بس عربي يحتاج إلى قواميس لكي تخرجين كل حرف من القاموس وتعريف معناه. ألصق روانفك بالجيوب، معناها ألصق استك بالأرض، يعني تجلس على الأرض. وخذ المستر بشناترك، أي خذ المستر بفمك، واجعل حندورتيك إلى فيهلي، اجعل عينك حدقة العين إلى فمي، يعني الطالب لابد أن ينظر إلى المدرس وهو يتحدث حتى يفهم. واجعل حندورتيك، الحندورة هي حدقة العين، الحدقة الداخلية، العدسة دي، واجعل حندورتيك إلى فيهلي، أي إلى فمي، حتى لا أنغي نغية، حتى لا أتفوه بشيء، يعني لو هكذا، إلا أودعتها، إلا حفظتها حماطة جلجانك، أي وضعتها في حبات قلبك. انظر إلى عجرفية الضبة. ولذلك قريش إذا كان فيها هذه الكلمات ما نزل فيها القرآن، أليس كذلك؟ بلى. يعني ثعلب في فقه اللغة حينما قال وارتفعت قريش في هذا، فلذلك قريش من الناحية النقلية العقلية والنقلية، النقلية دعوة أبي إبراهيم، واصطفاني فأنا خيار من خيار من خيار. والأمر الثالث هو مسألة وضع بيت الله الحرام. الأمر الرابع مسألة ارتفاع قريش في الفصاحة كما أشرنا في اللغات الموجودة الآن، وفي لغة أخرى الحنحنة، وقرئ بها في الشاذ وقرأها ابن مسعود. ما هي الحنحنة؟ قلب العين حاء، فأذن مثلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا نعم، صح؟ الحنحنة قالوا نحن بدل نعم، قالوا نحن. حتى عندنا في مصر الأطفال الصغيرة ينقلون أو يقلبون العين حاء، يقول لك نحن 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 نعم نعم، وقرأ بها ابن مسعود، يعني دي هذه قراءة ابن مسعود في الشاذ. ماشي. فكل هذه لغات كما أوضحنا ولهجات. ثم بعد ذلك تحدثنا عن تنزيلات القرآن
قلنا أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ قبل طبعا إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم تحدثنا من التنزيل الثالث وهو من جبريل عليه السلام على قلب النبي في 23 عاما. وقلنا أن القرآن أنزل في 17 من رمضان فبراير في عام 610 من الهجرة، 610 يعني أنزل القرآن ميلادية، هذا ميلادي 17 رمضان أول ما أنزل إنا أنزلناه، حينما قال اقرأ قال ما أنا بقارئ. ثم تحدثنا عن مسألة مراتب القرآن، قلنا أنها مرتبة نفسية مرتبة كتابية نطقية ثم مرتبة ذهنية. المرتبة النفسية وهي في الذات العلية عند المولى سبحانه وتعالى أنه نطق بالقرآن قبل أن يخلق الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأراضين والملائكة وكل كله، هذه تسمى بالمرتبة النفسية. ثم النفسية الذهنية وهو في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فكان في ذهنه صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة النطقية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بعد ذلك المرحلة الكتابية في لوح محفوظ والطور وكتاب مستور في رق منشور. هذا خلاصة ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة باستثناء مسألة قريش، مسألة لماذا خصت قريش في نزول القرآن أو في وجود نبي آخر الزمان. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن بداية نزول الوحي وبداية كتابة الصحف، لأن هناك فرق بين المصحف والصحف. الصحف هي أوراق مفرقة، هذه تسمى صحف، يعني هذه صفحة وهذه صفحة وهذه صفحة. أما المصحف أو بلغة قيس اسمه مصحف، بلغة تميم اسمه مصحف، لا مصحف آسف مصحف لا تميم مصحف، ولغة فصيحة مصحف، أي بتثليث الميم مصحف مصحف مصحف. مرة أخرى، المصحف فيه ثلاث لغات، يجوز أن تقولي أو تقول مصحف هذه لغة قيس، ثم تقول مصحف لغة تميم، ثم تقول مصحف لغة فصيحة، كما قال ابن منظور في كتابه لسان العرب، ده معجم كبير. فكانت في بداية الأمر كانت عبارة عن صحف وليست مصحف، وسوف نقول ما الفرق بين الصحف. يبقى الصحف معناها مفرقة، أما المصحف ما جمع بين دفتين في لغة الأحباش اللي هم إثيوبيا حاليا، إثيوبيا يعني كان قديما، ما جمع بين دفتين أي كتاب يجمع بين الدفتين اسمه مصحف. أما الأوراق المفرقة اسمها صحف، اسمها إيه؟ في بداية الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم كانت القراءة أو كان القرآن عبارة عن صحف وليس مصحف، وكان محفوظ في الصدور، محفوظ في الإيه؟ وكذلك كتب في السطور، يعني كتب في السطور وكان محفوظا في الصدور. سؤال، لماذا لم يجمع المصحف أو المصحف أو المصحف في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال نطرحه. لماذا لم يكتب القرآن بين دفتين، يعني كتاب من أول الفاتحة إلى الناس؟ هذا سؤال نطرحه، لماذا في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكتب؟ لا يوجد إجابة، نقول الإجابة. أولاً
أن القرآن كان محفوظا في وجوده صلى الله عليه وسلم، فليس هناك خرق وليس هناك لبس، فحينما يحدث أي شيء يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، كان القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، حتى في العرضة الأخيرة اللي هي العرضة التي في هذا العام توفاه الله سبحانه وتعالى عرض عليه عرضتان، فهذه العرضة نسخ منها كثير من القرآن. يعني سورة الأحزاب كانت تقترب، يعني عدد الآيات من سورة البقرة، سورة الأحزاب في عددها كانت في عدد الآيات، يعني شوف سورة البقرة ما يقرب من 19 ربعا، يعني جزئين يعني وربعين أو كذا، فكانت الأحزاب تقترب من سورة البقرة، ولكن حدث ناسخ ومنسوخ. والناسخ والمنسوخ ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس. سورة النحل والأولى ما ننسخ من آية سورة البقرة. فالأمر كان يعني لا يوجد خرق ولا يوجد، يعني كان القرآن ما زال يتنزل ففيه ناسخ ومنسوخ. والأمر الثالث أن تثبيت الحفظ نفسه، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقول ضع آية كذا بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، فلذلك كانت مسألة جمع القرآن بين دفتين في عهده صلى الله عليه وسلم غير مطروحة، ولكن المطروح المتواجد كانت الكتابة. القرآن من الفاتحة إلى الناس كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان يكر كل الصفحات، تعرض عليه الصفحات صلى الله عليه وسلم فيكرها، وهذا ما سوف نعرفه في الجمع البكري والجمع العثماني، أي في الجمع في عهد سيدنا أبي بكر وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، لأنه كان هناك شروط وضعتها اللجنة بقيادة أو يرأسها سيدنا زيد بن ثابت، كانت لجنة، وهذه اللجنة المؤلفة كان لها يعني أمورا علمية يسيرون عليها، ليس باعتباط، لا، ده كان هناك آليات واستراتيجيات وتخطيطات لكيفية جمع المصحف بين دفتين. فيبقى لذلك لم يجمع في عهده صلى الله عليه وسلم، وظل القرآن ينزل على مدار 23 عاما، وكثر في عهده الكتاب، كتاب المصحف أو كتاب الوحي، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عبد الله بن أبي الصرح، ومنهم حنظلة بن الربيع، ومنهم الأركم بن أبي الأركم، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم أبي بن كعب، كل هؤلاء كانوا من كتاب الوحي، ومعاوية بن أبي سفيان كان من كتاب الوحي. يعني الرسول حينما يطلع عليه القرآن كانوا يكتبون خلفه صلى الله عليه وسلم، الرسول يقرأ وهم يكتبون. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم كان عدد من كتب أو من الكتاب 42 كاتبا للوحي، 42 كاتبا للوحي. ثم بعد ذلك انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. طيب، بالنسبة للكتابة التي كتب بها المصحف، كيف كانت الكتابة؟ قلنا أن الخط الذي تأثروا به هو الخط النبطي، وهذا إذا فتحتم الورقة الأولى أمامكم ستجدون الخط العربي القديم والخط النبطي المتأخر. إذا فتحتم الورقة الأولى هذه انظر إلى حرف الألف في الخط النبطي، وانظري إلى الحرف أو حرف الهمزة في الخط العربي، يعني شبه تقارب شديد بينهما. وعرف فيما بعد هذا الخط بالخط المسند، أي يسند إلى الخلجان بن الموهم اللي هو كاتب الوحي، يسند إلى الخلجان ابن الموهم كما نرى. انظري إلى الألف وانظري إلى الخط النبطي،
طيب في الصفحة الثانية بعد ذلك نحن رأينا الأحرف، ثم في الصفحة الثانية نجد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، الصفحة رقم 2، إلى المنذر بن ساوى. الصفحة الثانية، لا ليست هذه، رقم 2، رقم 2، ستجد 2، لا يوجد 2، لا يوجد. ها هذا بقى يعني ايه، خلل فني، خلل فني هذا. ستجدون في مثل هذه الصورة، هذه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين. كما تعلمون أن الرسول كان يرسل الخطابات كما أرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المنذر ابن ساوى وإلى النجاشي، فهذا هو الخط، شبه في بعض الحروف مطموسة لقدم النسخ، والأمر الآخر مسألة الكتابة نفسها في الخط نفسه وفي الكتابة والتأثير بالخط النبطي. طبعا هذا الكلام أو هذه الكتابة لم تكن منقوطة أو مشكولة، ليس هناك باء موحدة أو تاء مثنى أو ثاء مثلثة، ليس هناك فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون أو شد أو علامة إمالة أو علامة سكت أو ما إلى ذلك. يتضح ذلك في الصفحة الثالثة أو المخطوطة الثالثة معنا، هذه رقم 3، هذه معكم أظن، ونكتب هنا حينما كتب، يعني كانوا يكتبون هكذا: الحمد لله رب العالمين، هكذا هذا الحمد لله رب العالمين، لم يكن منقوط أو مشكول، لم يكن منقوطا أو مشكولا كما ترون. وأحيانا كان في آخر السطر مثلا، يعني السطر انتهى هنا، هنا يكمل في السطر الأول هذا حرف الباء، فيعني لو هناك شخص يعني لا يستطيع يعني الحفظ، لا يستطيع أن يقرأ، فلذلك كان الاعتماد الأول على ماذا؟ على الصدور أم السطور؟ الصدور. يبقى الأمر كله كان متعلق بماذا؟ بالصدور، بالحفظ، لأن كثيرا من القريشيين كانوا أميين، كانوا أميين، فلذلك كما ترون هذا يعني شكل من أشكال كتابة المصحف بالخط المسند أو الجزم أو الخط المصحفي أو المصحفي أو ما شابه ذلك. طيب من سيقرأ الصفحة الثالثة هذه؟ سأعطيه 10,000 روبية. من قرأ هذه الآيات سأعطيه 10,000 روبية. إن أردتم أن أزيد فأزيد، آخر شيء عندي 20 روبية، سأعطيها 20 روبية. من قرأها مرة أخرى، من قرأ هذه الآيات سأعطيه 20,000 روبية. هذا تحدي يا شيخ عمر، اجتهد يا شيخ عمر، وأنت لا تريد أن تنظر إليها حتى، يعني لا تريد. ها الصفحة الثالثة، ها صعب صح؟ نقرأها معا. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، تسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، ثم أول الصفحة الأخرى، أول الصفحة هنا، وعدوكم أولياء، الهمزة هنا في آخر السطر، أولياء الواو في أول السطر، صحيح؟ عدو وعدوكم أولياء تلقون، انظر إلى تلقون، إليهم، امشي بقى مع الآيات، إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم آمنتم بالله. انظر، صحيح؟ أنت استطعت أن تقرأها بعد أن قرأت الآيات؟ قرأت الآيات؟ استطعت؟ مرة أخرى انظروا الرقم 3، هو، انظر إلى هو كيف تكتب على اليمين، الله، انظر إلى الخالق، لا توجد هناك ألف، اسمها الأليفة أو الألف الممدودة أو الألف الخنجرية، لم يكتبوا الألف الخنجرية كما رأينا هنا في العالمين. في ناس مش هتشوف، يعني في العالمين هنا لا توجد ألف خنجرية، صحيح؟ وكذلك في هذا، هو الله الخالق البارئ، الباء ألف لام باء، ثم التكملة في السطر الآخر، المصور، واضحة إلى حد ما، له الهمزة في آخر السطر، والأسماء في أول السطر الآخر، الحسنى يسبح له ما في، انظر إلى العقص، هذا في علم الضبط اسمه العقص، هذا بص هنا مثلا هتجد تسبح له ما في عملة كده هو، صح؟ ونحن نكتبها هكذا، هذا اسمه عقص وهذا اسمه وقص، عقص هذا يعني الصلاح في علم الضبط، هذا مصطلح في علم ضبط المصحف، علم ضبط المصحف هو هذا. وهو كثير، ولكن يعني وعلم الضبط يختص بالهمزة كذلك. علم ضبط ده اسمه علم ضبط المصحف، علم ضبط المصحف أي علم تشكيل المصحف، وده هنعرفه متى بدأت الكتابة به. علم الضبط. طيب، يبقى نظرنا إلى هذه النسخة وهي النسخة الثالثة في مسألة قراءة الآيات في المخطوطة التي بين أيدينا، ثم ننظر بعد ذلك إلى الأمر الرابع أو المخطوطة الرابعة، سهلة أظن، لن أقول يعني سأعطي يعني هدية وأعطي جائزة، سهلة دي يا شيخ عمر، رقم الرابعة سهلة، إيه؟ وبعدين إن أرسلنا نوحا، سهلة، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، ولكن واضحة هذه النسخة، ولكن النسخة التي قبلها تدل على عتقها، يعني النسخة العتيقة، النسخة الإيه العتيقة، سهلة جدا هذه النسخة، صحيح؟ ماشي. ودي صحيفة جامع سيدنا عمرو بن العاص، يعني هذا مصحف موجود في جامع سيدنا عمرو بن العاص بمصر المحروسة. أما النسخة التي كانت قبلها هي نسخة مسجد سيدنا الحسين. النسخة الخامسة هذه نسخة من مصحف في إسطنبول تركيا. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، آخر سورة النساء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا هي أول الصفحة، نورا مبينا، ثم بعدها فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. ثم النسخة السادسة هذه
طبعا النسخ القديمة التي عرضناها كلها تشير إلى الحقبة النصف الأول من الهجرة، يعني النصف الأول من الهجرة وليس النصف الثاني، يعني أول يعني من عام مثلا 11 هجرية إلى عام 40 هجرية كانت المصاحف على هذا الشكل. بعد ذلك أو يعني قبل ذلك بقليل بدأ هذا الشكل. نقد أبي الأسود الدؤلي عمرو بن ظالم، وهو أول من وضع نقط الإعراب. أول من وضع نقط الإعراب هو ظالم بن عمرو، ما يعرف بأبي الأسود الدؤلي واضع علم النحو. واضع علم النحو، واضع علم الايه؟ النحو، أبو الأسود الدؤلي. طيب، يبقى أول شكل في المصحف هذا، صح؟ هذا الشكل الثاني من المصحف كان هذا. وهو نقط أبو الأسود الدؤلي. ما هو نقط أبو الأسود الدؤلي؟ حينما وجد شخصا يقرأ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله في فاتحة براءة. هي طبعا الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، إذا قرأت بالجر كأن الله وحاشا وكلا أنه يتبرأ من المشركين ويتبرأ من الرسول، استغفر الله. فيعني احتال عليه زياد بن أبي زياد أن يضع شيئا لكثرة دخول الأعاجم إلى دين الله، يعني الأعاجم الناس الذين لا يحسنون العربية بدأوا يدخلون الإسلام، فبدأوا يقرؤون القرآن وبعضهم ليس لديه يعني علما باللغة العربية، فمن الممكن أن يشكل آية أو يشكل كلمة خطأ فيحدث لبسا، يحدث كما قرأنا الآن. فقال لشخص يعني: إذا مر أبو الأسود تعمد أن تقرأ آية بلحن جلي، يعني إيه؟ تعمد أن تقرأ الآية بتشكيل خاطئ. فجلس الرجل وأتى ظالم بن عمرو أبو الأسود وقرأ الرجل: أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: ويحك يا رجل، كيف يتبرأ الله من رسوله؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الله والرسول بريئان من المشركين. فذهب أبو الأسود الدؤلي وقال: أجبتك لما طلبت، لزياد بن أبي زياد، بمعنى يعني سأفعل شيئا في كلام الله أو في كتاب الله حتى لا يحدث هذا اللبس. فاختاروا له 40 شابا يحسنون الكتابة من أفضل قبائل العرب، فوقع على شخص من قبيلة عبد قيس، قال له: إذا فتحت فمي فضع نقطة أعلى الحرف، وإذا كسرت فمي فضع نقطة أسفل الحرف، وإذا ضمنت فمي فضع نقطة أمام الحرف، وإذا سكنت فلا تضع شيئا وأهمل الحرف، بمداد يخالف مداد المصحف أو المصحف أو المصحف، يعني بلون غير اللون المصحف. المصحف لما كتب بالمداد الأسود، يعني بالخط الأسود هكذا، هذا مداد، هذا اسم المداد. المداد يعني الحبر. الحمد لله رب العالمين. نطبق هذه القاعدة على كلام أبي الأسود. أتى بمداد أحمر وبدأ يشكل من أول الفاتحة إلى الناس. انظروا، طبعا ما فيش قلم أحمر هنا، فنكتب الحمد. الحمد هنا سكون، صح؟ أهمل، لم يضع شيئا. الحاء فوضع نقطة، ميم ساكنة، الدال مضمومة فوضع أمامها، لله ربي
العالمين. هكذا من أول الفاتحة إلى الناس. ثم ذهب إلى علي، إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأراه ذلك، فقال: ما أجمل النحو الذي نحوت. فسمي النحو من ذلك نحوا. يعني هو إيه؟ واضع بالطريقة دي مسألة النحو ومسألة القواعد النحوية من خلال القرآن. ومن يريد أن يتعلم اللغة العربية فعليه بقراءة القرآن، فإن القرآن يزيل العجمة عن الألسنة. القرآن يزيل العجمة عن اللسان. فكان أول شكل هذا، ثم مداد أو تشكيل أبو الأسود الدؤلي إلى عام 40 من الهجرة، وهذا يتضح في هذه النسخة السادسة، يظهر نقط أبو الأسود الدؤلي كما ترون. ثم بعد ذلك أتى الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الأمر كثرت البقعة أو رقعة الدولة الإسلامية آنذاك، انتشرت كثيرا، فبدأ الأعاجم يكثرون، يعني كان الأعاجم بشكل أصبحوا كثر. فبعدما يعني أصبحوا كثر، رأى الحجاج أن يضعوا شيئا لضبط الكتاب حتى يستطيع الناس أن يقرؤون القرآن، الحجاج بن يوسف. فأمر يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وهما من علماء عصرهما في هذا، وهما من علماء عصرهما في هذا، وبدأوا يضعون نقط الإعراب، نقط الإعجام، نقط الإعجام. ما هو نقط الإعجام؟ نقط الإعجام اللي هي الباء والتاء والثاء وهلم جرة، بمداد بحبر يخالف حبر أبي الأسود الدؤلي، يخالف حبر إيه؟ أبي الأسود الدؤلي. فبدأوا يشكلون، يعني مثلا هذا الحبر كان بالأحمر وهذا بالأسود، فكان هذا مثلا بالأخضر، فيقول ربي العالمين. هذا أو هذه هي المرحلة الثالثة. يبقى احنا عندنا المرحلة الأولى لا نقط إعراب ولا نقط إعجام، ولا نقط إعراب ولا نقط إعجام. المرحلة الثانية مرحلة نقط الإعراب، ده اسمه الإعراب اللي هو الفتحة والضمة والكسرة، ولكن كان في شكل نقط. المرحلة الثالثة نقط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم اللي هو نقط الإعجام. اللي هو إيه نقط الإعجام؟ اللي هو الباء والتاء والياء وهكذا والنون. هذا لم يكن في النسخ الأولى، تمام؟ طبعا ثم أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع أمورا أخرى وغير هذا نقط أبي الأسود الدؤلي. ولكن قبل ذلك نريد أن نتعرف عن كيفية الجمع، ولماذا جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف أو القرآن في بين دفتين. تعرفون طبعا واقعة اليمامة، معركة اليمامة، أتسمعون عنها؟ بتاع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب قتل أو استشهد من الحفاظ، حفاظ القرآن، ما يقرب من 70 حافظ للقرآن استشهدوا في هذه الغزوة، أو في هذه أسف المعركة، الغزوة ما غزوها مع رسول الله هذه المعركة. ولذلك الإمام الشاطبي في عقيلة أطراب القصائد في رسم المصحف يقول: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا. انظر، وكان بأسا على القراء يعني مشتعلا. ليه مشتعلا؟ لأن القراء كثير منهم مات، استشهد. فالإمام الشاطبي بيقول: لماذا حدث هذا الجمع بين دفتين؟ أتى عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: قد استشرى واستحر القتل في حفظة القرآن الكريم، يعني كثير من الحفظة قد ماتوا في هذه المعركة، أرى أن تجمع الناس على إمام أو على كتاب واحد، لأنها كانت عبارة عن صحف وكانوا يعتمدون الأكثر على الصدور.
فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه رفض في بدء الأمر، قال لا أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الله صدره فقال نجمعه من جمع من الصحابة واجتمعوا. كانت اللجنة مكونة في الغالب في آراء كثيرة جدا، ولكن رأي الجمهور قال هذه اللجنة كانت أربعة، واختارها عثمان رضي الله عنه، زيد بن ثابت، والوحيد المدني، هو الوحيد اللي كان من المدينة، ثم عبد الله بن الزبير قريشي من قريش، ثم سعيد بن العاص قرشي، ثم عبد الرحمن بن هشام بن الحارث بن هشام، وقيل أبي، وقيل ابن مسعود، لا ابن مسعود لم يذكر. هذا ما قاله الجمهور، زيد بن ثابت وهو الوحيد القرش المدني من المدينة، والباقون من قريش، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فبدأوا يجمعونهم، وأمرهم أبو بكر رضي الله عنه أن يجلسون في المسجد ويقولون من كان معه صحيفة فليأتي إليها، فليأتي إلينا إلى المسجد. فيأتي الصحابة الصحابي فيأتي بالصحيفة، قال من يشهد على هذا؟ فيأتي شاهدان. هذه كانت القوانين، القوانين في الجمع البكري، أول قانون ينادون، ثم يأتي الصحابي ومعه الصحيفة. طبعا كانت تكتب هذه في الجلود والرق واللخاف والعسيب، وكنا ما معنى اللخاف؟ الحجر الأملس، والعسيب اللي هو جريد النخل والأحجار الملساء وأكتاف أو العظام، كانت تكتب عليه. فيأتي بالصحيفة، ولا بد أن يكون هناك شاهدان يقولون نعم هذه كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يملي زيد ويكتب سعيد، يعني سيدنا زيد يقرأ الآية ولا تكن للخائنين خصيما، وسعيد يكتب، سعيد بن العاص، هكذا من أول الفاتحة إلى الناس. والترتيب كان ترتيب المصحف كما هو عليه الترتيب الآن، وسنقول يعني ألف كتب في أسرار ترتيب المصحف، أسرار ترتيب السور، لماذا أتت الفاتحة أولا ثم البقرة ثم النساء آل عمران، ثم لماذا؟ لها أسرار، وقالها السيوطي في كتابه أسرار ترتيب السور. انظر حتى يعني سريعا كده بين سورة الشرح والضحى، والضحى والليل إذا سجى، الله يقسم بما شاء ويثني على عبده صلى الله عليه وسلم ويمن عليه في سورة الضحى وسورة الشرح، يقول ألم يجدك يتيما فآوى ثم يأتي ألم نشرح لك صدرك. انظر إلى ألهاكم التكاثر سورة الماعون وسورة الكوثر، هناك كان في منع في سورة الماعون الذي يكذب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعامه، ثم تأتي السورة إنا أعطيناك في إعطاء فصلي فويل للمصلين إن شانئك. انظر ما بين البقرة وما بين الفاتحة، الفاتحة جمعت كل شيء في إياك نعبد وإياك نستعين، والبقرة أتت بالأحكام تفصيلية، فكأن صراط الذين أنعمت عليهم هم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر إلى دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة، وانظر إلى التفصيل الكتاب ما بين البقرة وما بين آل عمران، البقرة ذلك الكتاب إجمال، ثم تأتي سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق تفصيل. انظر إلى الحج أشهر معلومات في سورة البقرة، انظر إلى آل عمران ولله على الناس حج البيت، انظر إلى آيات الربا الذين يأكلون الربا، انظر إلى سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف فيضاعف فيها، فيذكر التفصيل في سورة آل عمران. هذه من أسرار الصور، فكان ترتيب الصور وكما هو عليه الآن هو ترتيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك آراء، ولكن رأي الجمهور أن الترتيب هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وأن الترتيب توقيفي وليس اصطلاحي. يعني ما معنى التوقيفي؟ أي موقوف على
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس باصطلاح لا ننقل. طب ما مصاحف الصحابة كان فيها ترتيب صور على صور زي مصحف أبي ومصحف سيدنا أبي ومصحف سيدنا ابن مسعود، ولكن قالوا أنها مصاحف خاصة، كانت مصاحف خاصة. طيب، يبقى اللجنة بدأت بشاهدان. وانظري الكتابة كانت لها مزايا، الكتابة اللي هي كتابة المصحف كان لها مزايا. ما هي المزايا؟ المحافظة على لغات العرب. الأمر الثاني التواتر. الأمر الثالث إفادة معاني. الأمر الرابع إفادة معاني نحوية. الأمر الرابع أسرار للرسم العثماني أو الرسم القرآني. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ طبعاً بدأ اللجنة كما أشرنا شاهدان، وأن يكون متواتراً، وأن يكون قد كتب في العرض الأخيرة، ويكون كما أشرنا بالشاهدين. وبدأوا يكتبون إلى أن وقفت آية في سورة التوبة، واختلف يعني الرواة في هل آية التوبة أو آية أخرى، ولكن الرأي يعني ما نميل إليه في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية لم يجدوها إلا مع خزيمة بن ثابت المخزومي. تتذكرون هناك كانت حادثة بين الرسول وبين يهودي، أن الرسول قد ائتمن هذا اليهودي على درع، واليهودي قد أنكر. فسيدنا خزيمة بن ثابت أتى فقال: من يشهد لك يا محمد؟ فقال خزيمة: أنا أشهد لرسول الله، لقد أخذت منه الدرع. وانصرف اليهودي، فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت لم تشهد هذا، لم ترى هذا، كيف تشهد وأنت لم ترى هذا؟ قال: إني لأصدقك في أمر السماء، ألا أصدقك في ائتمانك على الدرع يا رسول الله؟ فقال: شهادتك بشهادة اثنين. شهادتك بشهادة إيه؟ فأتت هذه الصحيفة وكانت مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري. من يشهد لخزيمة؟ لا يوجد أحد. فتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم أن خزيمة بن ثابت شهادته بشهادتين، فاعتمدوا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا والجمع البكري أيضا كان يعتمد على مسألة القراءات أو الأحرف السبعة. الأحرف السبعة كانت موجودة في العهد أو في المصحف البكري. ثم بعدما كتبوه في عهد سيدنا أبي بكر قال: اجعلوا له اسما، اجعلوا له اسما. خلي بالكم احنا قلنا ايه اطلاق في اول المحاضرة، ثم نذكر التفصيل الآن. يعني اجعلوا له اسما، يعني سموه اسما. قالوا: نسميه سفرا، يعني المصحف ده القرآن ده نسميه سفرا. قال: إنما يستخدمه النصارى، يعني النصارى هم الذين يسمونه سفرا واليهود. فسكتوا. فقال يعني أحد الصحابة: نسميه مصحفا أو مصحفا أو مصحفا، فإن كل ما جمع بين دفتين يسمى مصحفا عند الأحباش، فسموه مصحفا. فانظر يعني لماذا سمي المصحف بالمصحف أو بالمصحف أو بالمصحف. وبعد ذلك حفظ هذا المصحف عند أبي بكر، عند أبي بكر. طيب، في سؤال نريد أن نسأله لكنا ولكم، وهو: كيف اعتمدنا على هذه النسخ، أي أو كيف تناقلت لنا هذه النسخ، كيف أتت إلينا؟ هذا سؤال. هو ما فيش سؤال خالص بيجاوب عليه كده يا شيخ، ولا سؤال بيجاوب عليه. يعني كيف، ما هي المصادر، المصدر الذي أخذنا منه هذه الكتابات؟
طيب نقول بعون الله، هناك من تصدر في هذا المشهد في أوائل القرن أو أوائل المئة الأولى، وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج ونافع ابن أبي رويم، متوفى في عام 169 من الهجرة. نافع، قراءة نافع، قالون ورش، تسمعون عن نافع طبعا. هذا كان بالمدينة، ثم تلميذ نافع وهو الغازي ابن قيس، وهو له كتاب هام جدا ويدرس اسمه هجاء المصاحف، الغازي ابن قيس، وهو أول من أدخل إلى المغرب وإلى الأندلس إسبانيا حاليا قراءة نافع، قالون ورش. ثم عندنا كان الجحدري، عاصم الجحدري، هذا كان بالبصرة. ثم عندنا بالكوفة حمزة الزيات، القارئ السادس من القراء العشرة. ثم بالشام الصحابي أبي الدرداء. هؤلاء هم من كانوا يتناقلون ذلك، ولكن النسخ التي اعتمد عليها في كل هذا نسختان، نسخة بالديار المصرية ونسخة بتشقند أوزبكستان، تعرف بالنسخة السمرقندية، سمرقند، النسخة السمرقندية أو مصحف تشقند. هاتان النسختان تعتبر يعني تتشابه مع هذا الشكل الصعب في يعني في النظر إليه، نسخة الديار المصرية والنسخة الثانية اللي هو مصحف تشقند أو المصحف السمرقندي. طيب بعد ذلك احتفظت هؤلاء يعني نسختان فقط هو ما اعتمدنا عليه في النقل إلى يومنا هذا. طب شخص يقول أنت لم تتحدث إلى الآن عن الجمع العثماني، ونسميه المصحف العثماني والمصحف الإمام والرسم العثماني، لم تتحدث. نعم تحدثنا إلى الآن إلى سيدنا أبي بكر، ولكن أنا أردت أن نقول كيف اعتمد أو كيف اعتمدنا على نقل هذه النسخ. هذه النسخ تعتمد على الأساس نافع، الإمام نافع، والغازي بن قيس هذا كتب ثلاث نسخ من نسخة نافع، يعني نسخ ثلاث نسخ، الغازي بن قيس في كتابه هجاء السنة، هجاء السنة. ثم بعد ذلك في عهد عمر استقر الأمر إلى عام 24 من الهجرة، من سنة 11 إلى 24. ثم بعد ذلك سيدنا عثمان. لماذا جمع سيدنا عثمان القرآن؟ ما كان مجموع عند مين؟ عند أبي سيدنا أبي بكر، ثم انتقل من عندي سيدنا أبي بكر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم حينما مات عمر رضي الله عنه أخذته السيدة حفصة، ماشي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظت به عندها بهذا المصحف، النسخة العتيقة دي. في عهد عثمان رضي الله عنه كان سيدنا حذيفة بن اليمان في أرمينية، بلاد ما وراء النهر، يعني جنب بقى إيه أوزبكستان وتركمستان والدول اللي إيه اللي هي بتاعت روسيا دي التابعة للاتحاد السوفيتي. فكان هناك معارك وفتوحات، فبدأ كل شخص يخطئ الآخر، يعني مثلا أقرأ أنا برواية حفص، وأهل المغرب يقرؤون برواية ورش، وأهل ليبيا يقرؤون برواية قالون، وأهل الجزائر بعضهم بورش وبعضهم بقالون، وأهل الجزائر تونس بقالون، وأهل موريتانيا بورش، والسودان بالدوري وبورش، والصومال بحفص، وبعضهم في الأرياف أو في القرى مثل هذا يقرؤون بخلف عن حمزة. ده خلاصة ما يقرأ في العالم الإسلامي، يعني هذه الروايات وهذه القراءات. طيب بدأ يخطئ بعضهم بعضا، يقول له قراءتي أفضل من قراءتك،
روايتي هذا الحرف أفضل من حرفك. لم تظهر بقى حفص ولا حمزة ولا لا لسه، ده هؤلاء ظهروا بعد 150 عام أو 100 عام، هؤلاء الأئمة حفص وحمزة وهؤلاء. فبدأوا يعني يقولون قراءتي أفضل من قراءتك، وحرفي الذي أقرأ به أفضل من حرفك. فذهب حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف مثلما اختلفت اليهود والنصارى يا شيخ إلهام. من قبل إيه؟ أن تختلف، من قبل أن تختلف مثلما اختلف اليهود والنصارى. وبالفعل بدأوا، طب نشرب شوية مية. أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف مثلما اختلفت اليهود والإيه والنصارى. فقال: أرى سيدنا حذيفة أن تجمعهم على مصحف واحد. فنظر عثمان رضي الله عنه واجتمع بآلاف من الصحابة وقال: يا أصحاب محمد، أجمعوا أو اكتبوا للناس إماما يجتمعون عليه. أهو المصحف الإمام. شيخ عمر خلي بالك من يعني مهمة دي، لماذا سمي المصحف بالمصحف الإمام؟ يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما يجتمعون عليه. ولذلك سمي المصحف العثماني بالمصحف الإمام. بعد ذلك أمر زيداً باللجنة التي معه أن تكتب النسخة التي كانت عند السيدة حفصة، استأذنها عثمان رضي الله عنه وقال: نريد أن ننسخ أو ننسخ هذه المصاحف، نريد أن ننسخ هذه المصاحف أو هذه النسخة. فأخذوها، أخذوا هذه النسخة من السيدة حفصة وبدأ سيدنا زيد يكتب. انظر هناك كانت أحرف مختلفة، هذه الأحرف تربو على 57 حرفا، سبع يعني بالضبط 58 ذكرها أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه فضائل القرآن، اكتبها. 58 حرفا في القرآن مختلفة ذكرها أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه فضائل القرآن. يعني إيه 58 حرفا مختلفا؟ قواعد الرسم يا جماعة 6: حذف، زيادة، همز ولي تعليق عليه، بدل، المتصل والمنفصل يعني ما يعرف بالمقطوع والموصول، ما كان ذو قراءتين، 1 2 3 4 5 6. قال ايه؟ قواعد الرسم بست استقر: حذف، زيادة، وهمز، وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل مقيدا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر على إحداهما فيهما قد انحصر. هذه هي القواعد الرسم في 6 قواعد ذكرها الشيخ محمد العاقب في هذه الأبيات. ونحن كنا حذف، زيادة، همز، بدل، المتصل والمنفصل هو المقطوع الموصول، وذو قراءتين. ذو قراءتين يا شيخ عمر ده اللي أنا عاوز أقوله، هم دولت 58 كانوا عبارة عن إيه بقى؟ الثمانية وخمسون
مثلا سارعوا إلى مغفرة في سورة آل عمران، في نسخة وسارعوا، إن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد، لا أصاب مصيبة إلا بنا وما أصاب لكي لا تأسوا على ما فرقوا ولا تفرقوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله إيه هو الغني الحميد. قرأ نافع وابو جعفر وابن عامر قرأوا إن الله الغني الحميد بدون هو، قراءة متواترة. هذه هي الأحرف 58 التي اختلفوا فيها من ناحية الحذف والزيادة، من ناحية الحذف، وقالوا اتخذ الله ولد في سورة البقرة، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله ولد بدون واو. طب في مثل هذا كيف نكتب النسخ؟ يعني اللجنة بقيادة سيدنا زيد رئيس اللجنة بدأ يضع قواعد، عندي الآن سارعوا وعندي وسارعوا، عندي وقالوا اتخذ الله ولدا وعندي قالوا اتخذ الله ولدا. إن كتب في نسخة واحدة وقالوا، ويكتب على الهامش قالوا، يظن ظان أن التي على الهامش ضعيفة والتي بداخل المصحف هي القوية، فيهمل التي في الهامش، صح؟ فبدأ يكتب نسخة إلى الشام، ونسخة إلى المدينة، ونسخة إلى مكة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة احتفظ بها لنفسه، وقيل نسخة للبحرين. رأي الموضوع يعني الآراء، 5 مصاحف كتبت، ورأي الجمهور 6 مصاحف نسخها سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كتب 6 مصاحف 6 مصاحف. طيب ايه الاختلاف ما بين الجمع البكري والجمع العثماني؟ اختلاف كبير. اول حاجة نسخ، كذا نسخة. الامر الثاني يرسل مع كل نسخة من يقرئهم بما في هذه النسخة. الامر الثالث حرق جميع المصاحف التي كانت لدى الصحابة، وهذا امر لم يفعله ابو بكر رضي الله عنه. اكتب الحاجات دي يا شيخ عمر عشان تترجمها. انظروا الى جمع سيدنا عثمان، اول حاجه حرق جميع المصاحف. تعلمون ان هناك مصحف لسيدنا ابن مسعود، ومصحف لسيدنا ابي، ومصحف لعمر، ومصحف لحفصه، ومصحف كانوا يكتبون فيه. يعني عندنا في مصحف سيدنا عثمان، مصحف سيدنا ابن مسعود، ان الله لا يظلم مثقال نمله اسمها ايه بالاندونيسي، سمود. في مصحف سيدنا ابن مسعود ان الله لا يظلم مثقال نمله. لا ده هو كان، ما هي المصحف هذه قيل انها كانت مصاحف تفسيريه. يعني ما معنى مصاحف تفسيريه؟ يعني كانوا يريدون ان يفهمون المعنى فيكتبون. سيدنا أبي بن كعب في مصحفه عدد آيات القرآن 116 سورة، مش 114، عنده سورة الحفظ وسورة الخلع، اللهم إليك نحفظ، تعلم هذا الدعاء؟ هو كان يعني الرد على ذلك أنه كان يظن أن هذا الدعاء أنه آيات من القرآن لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. مثلا حينما نقرأ في بعض المصاحف ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام في مصحف عمر رضي الله عنه، وفي مصحف عائشة مثلا إيه، فمن تمتع في مواسم الحج فلا إثم عليه، في مصحف سعد بن أبي وقاص في وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، عشان دي كانت أحوال الأخوات من أم. أما في آخر السورة الكلالة كانت أحوال الأخوات الأشقاء، الكلالة من لا ولد له ولا والد، هذا معنى الكلالة، ولا لي أب ولا لي طفل يعني. طيب
يبقى القواعد التي فعلها عثمان رضي الله عنه تختلف كلية عن قواعد أبي بكر رضي الله عنه. أولا كل نسخة تكتب يرسل معها من يقرأ في هذه النسخة. مثلا عندنا أفضل أن صحنا بقى كل شوية كده. عندنا مثلا مصحف المدينة أرسل معها سيدنا زيدا ابن ثابت مصحف المدينة أقرأ تقرأ بهذا المصحف اللي هو فيه بقى سارعوا إلى مغفرة إن الله الغني الحميد بدون هو مصحف بقى اللي حتى بنقرأ به برواية ورش وبرواية قالون. هذا هو المصحف المدينة رواية ورش ورواية قالون. وأرسل مكة إلى مكة عبد الله ابن السائب ثم أرسل إلى البصرة المغيرة ابن شهاب المخزومي ثم أرسل إلى الشام عبد الله ابن قيس عامر ابن قيس ثم أرسل إلى الكوفة. هذه قراءتنا الكوفة. نحن الرواية التي نرويها حفص رواية كوفية. أبا عبد الرحمن السلمي الضرير فأرسل هذه النسخ كما هو موضح خمس نسخ واحتفظ بنسخة لنفسه سيدنا عثمان. طيب أطلقوا بعد ذلك على هذه المصاحف المصاحف العثمانية. لماذا أطلقوا عليها؟ نحن عرفنا لماذا سموها المصحف الإمام صح؟ لماذا؟ يا أصحاب محمد اجتمعوا أو فاكتبوا إماما يجتمع عليه الناس فعرفنا من هنا سمي إماما. طب كيف عرفنا بالمصحف العثماني؟ عرفنا بالمصحف العثماني نسبة تعظيم ونسبة إشراف ليس نسبة ابتداع ولا ابتكار. يعني حينما نقول المصحف العثماني أو الرسم العثماني ليس بمسألة ابتداع لسيدنا عثمان لا، لأنه كان هو المشرف على ذلك فنسب إليه نسبة إيه؟ تشريف، نسبة تشريف. طيب ثم بعد ذلك النسخ هذه أرسلت وبدأوا بالرسم العثماني الذي كان قد كتب في عهده صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه الرسم العثماني؟ اللي هو القواعد دي بقى المقطوع والموصول الحذف. يعني مثلا نجد الملأ، الملأ في القرآن تكتب الملأ تكتب في غالب القرآن هكذا الملأ أليس كذلك؟ في سورة النمل والنطق واحد من وراء حجاب ورائي دائما تكتب هكذا صحيح؟ إلا موضع سورة الشورى من وراء حجاب. كل الميعاد في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد هكذا إلا موضع سورة الرعد الميعاد هكذا. الكتاب كل كتاب في القرآن تكتب هكذا تكتب هكذا إلا أربع كتاب في القرآن سورة الرعد سورة الكهف سورة الحجر سورة النمل. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هتلاقي كتاب مكتوبة هكذا في أربع مواضع. سورة الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب وقرآن ماشي هتلاقي كتاب. سورة الكهف نفس الكلام وسورة الرعد آخر سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذا طب لماذا كتبت؟ خلي بقى يعني انتبهوا، هل سيدنا عثمان الذي كتبه بهذا الشكل؟ لا، هو كتب هكذا بين يدي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا تعرضت لي في المحاضرة في يعني في نصفها في مسألة الكتابة إفادة معاني خفية إفادة لغة من لغات العرب إفادة القراءات
كانوا يكتبون أحيانا الكلمات التي يصح فيها أن تكتب بقراءتين فيكتبوها، أما التي لا تصح فيكتب في نسخة هكذا زي إيه وسارع وسارع، يكتب هنا في نسخة وهنا في نسخة، صحيح؟ طيب عندنا بعد ذلك مثلا كلمة مثل نبغي، قال ذلك ما كنا نبغي، يوم يأتي لا تكلم نفس، في سورة سيدنا هود عليه السلام، والأخرى قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا. الشيخ عمر طبعا كويس في اللغة العربية، لماذا حذفت الياء هنا وحذفت الياء هنا؟ هي ليست بجواب شرط وليست مجزومة بأي شيء، لماذا حذفت الياء؟ قال ذلك ما أقول لك الجملة حتى تستطيع أن تعرف، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. يوم يأتي لا تكلم، مش يوم يأتي لا تكلم، على الرغم اللي فيها قراءات على فكرة، يعني في قراء نبغي يأتي في هودة رفلة، قال كده في الإمام الشاطبي، يبغي نأتي في هودة رفلة، ماشي، يعني إيه عندنا الكسائي بيشتغل نبغي وأهل سامة نافع وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابو جعفر، كل دول يأتون بياء، يوم يأتي، وكمان عندنا يأتي لا تكلم في قراء كده، لكن حفص بيقول يوم يأتي لا تكلم، قال ذلك ما كنا نبغي. إذا لم يحافظ على الرسم العثماني لكتبت هكذا على الأصل، فعل مضارع يأتي، لماذا كتبت هكذا؟ لموافقة لغة هذيل، لغة هذيل تحذف أحرف المضارعة، ولذلك من حذف حذف لموافقة سواد المصحف، كرواية حفص أو قراءة عاصم، اسمه سواد المصحف. تتذكرون في بداية المحاضرة كنا أن المصحف كتب بالمداد الإيه؟ الأسود، فلذلك نقول إيه؟ في السواد، يسمى بالإيه؟ بالسواد، يعني المصحف كانوا يقول كتبت هكذا في السواد، يعني كيف كتبت هكذا؟ أي كتبت في النسخ العتيقة، ماشي؟ فيوم يأتي لغة هذيل حذف حرف المضارعة، نبغي نفس الكلام. طيب لو كتب بالرسم الإملائي العادي لضاعت هذه اللغة. كذلك تبين معاني نحوية، أم من يكون عليه إيه؟ وكيلة في سورة النساء، أم من مقطوعة، صح؟ كنا نسأل فيها. طيب أم من هنا تفيد بل المنقطعة، لكن أم من يمشي آمنا ليست بهكذا، ليست بأم المنقطعة. طب إذا كتب المصحف بهذا لا ضاع هذا المعنى، يبقى إفادة نحوية. ما الأمر كذلك معاني خفية، مثال حينما نأتي في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل ننطق يا أين أم ياء واحدة؟ ياء واحدة. طيب عندنا قاعدة في الصرف تقول، وقلناها في المحاضرة السابقة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا للدلالة على عظم خلق السماوات والأرض،